إخوتي وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم مشرف قناة قصص الحياة لفستايس تي في محمد هادي، واليوم موضوعنا سيكون عن نهاية العالم كما يقال. سنرى في هذا الفيديو هل هناك فعلا نهاية للعالم أم أقاويل فقط. ولنبتدأ بثنا بالترتيل من الآيات الذكر الحكيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير بشير لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الأيام تصدح أصوات القنوات والفيديوهات وعلماء الفلك عن موضوع نهاية العالم، وهذا القول لا نستطيع القول عنه إن كان صادقا أو كاذب، بما يتنبأ به المنجمون ونقول صدق الله وكذب المنجمون. يا أخي، أنت الذي تتكلم إن هذا الشهر هو نهاية العالم، ومن هذه الأحاديث بهذا القول أنت عندك إثبات عليه؟ وهذا لا أنا ولا أنت ولا غيرك نقدر نصدق هذا الكلام أو نكذبه. العلم عند رب العزة والجلالة،
أنت بدك تتفوه بما يحلو لك، أو تقول عما أخبرك به الفلك، وأنت في المقابل تثير ضجة بين الناس، وبالأخص الناس البسطاء. أريد أعرف القصد من هذا كلامك شنو؟ من هاي الأقاويل وهالخرافات وهالحكي اللي لا إلى صحة ولا إلى فد مبرر لهذا الكلام، يكون أنت مجرد إنسان لا تمتلك لنفسك نفعا أو ضرا، الأمر فقط بيد الله عز وجل، والعلم مهما تطور لكن لا يصل مقدار ذرة إلى علم الله. وأنت من تقول هذا الكلام وتثبته بأدلة، أنت أو الفلك أعطاها لك، لكن كلامي واضح. أنت من حكيت وقلت هذا الكلام ونشرت عنه بالتلفزيونات وبالفيديوهات وكل مكان، نسيت قول الله تعالى في محكمة كتابه الآية الشريفة: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أليست هذه كافية لردع كل كلمة تقولها؟ وها الآن اليوم 20/8/2017، أي ما بيننا وبين كسوف الشمس ساعات ساعات ويبدأ كسوف الشمس، ومثل هاي الظواهر كل سنة نشوفها وتصير، من رغم تكون جزئية كلية ليست من الأمر المهم، ولكن الأهم ما حدث أي شيء من هذا الأمر. وليش هسه تقولون هذا الكسوف الشمس اللي راح يصير في بعض الدول يكون كلي، وبعض الدول يكون جزئي، وبعض الدول حتى ما يظهر أدها؟ ليش هذا التشاؤم؟ هذا التشاؤم الوش؟ ليش تخلي التشاؤم مقابل عينك؟ يا أخي ما يصير، احكي قول حذر، بس لا تخلي حالات التشاؤم تصير. وهي ظواهر طبيعية من رغم أهوالها ومن رغم وضعها الكبير عند الله عز وجل، وخصوصا هذه المرة اللي هي تكون أكبر من كل الكسوفات والخسوفات اللي مضت. ونستجير بالله من أهوالها وأهوال ما سيكون وراءها اليوم وغدا ولمدة من الممكن أن تطول أو تقصر في غضب الله عز وجل. ولكن أذكركم إن الله رؤوف بعباده، مع العلم أن العباد
في إصرار بالعصيان والطغيان دون اكتراث إلى رب العزة. فلماذا لا نتوب إلى الله؟ فلماذا لا نتوب إلى الله توبة نصوحة؟ هل غرنا الشيطان؟ هل أبعدنا الشيطان عن رب الجلالة؟ أليس هو خالقنا وهو مكتف فينا منذ نشأتنا إلى حتى مماتنا؟ أليس هو الله وهو رازقنا؟ ولكن طغاوة الجنس البشري أفاقت على كل شيء، وقد أنسته رب الجلالة، وهذا بشأن نقوله إن الشيطان وراء كل شيء فيه. يا أخي أصلي صوم، بس ما أقول لك اتعبت وصير لي ناسك وزاهد، انطي حق ربك، ما ملتهي لي بالفساد وقال وقلت وهذا هيجي سوى ذاك عمل. أنا هسه اللي دا أحكي وياكم ودا أقول لكم، ترى أنا مو نبي ولا معصوم من الأخطاء والذنوب، ولكن للذنوب والأخطاء درجات، ونرجو من الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ويتوب علينا توبة نصوح. صح، ستحدث بعد قضية الكسوف أمور وانقلابات في الأرض، وليس فقط في الأرض، وإنما تأثيرها سيكون على الحيوان وعلى الأشجار وعلى كل ما موجود على الأرض، والعلم عند رب العالمين. وهذه الأحداث التي تطرأ دائما تكون بداية إن شاء الله لأمور وأيام أفضل، ونهاية العالم للعلم. نهاية العالم مو أنت وأني وفلان وفلتان نحددها، لا بالعكس، يحددها رب الجلالة، لنخله نهاية العالم أو نهاية يوم، نقول يوم القيامة يعني اللي راح يصير، علامات وأمور تحدث قبل ذلك. الله رب العزة هو الوحيد اللي يعرف بعلاماتها وساعاتها ومتى تكون هذه، ونعتبر حدث يوم غد الاثنين 21/8/2017 تحذير وإنذار من الله جل وعلا لعباده، ولذلك لكل ما نسمعه ونراه يوميا وباستمرار في نشرات الأخبار أو على التواصل الاجتماعي في من حالات الاغتصاب وهذك الأعراض والقتل
والفساد بكل ما يشتمل عليه كلمة الفساد. ليش وعلى شنو؟ ليش وعلى شنو؟ ليش ما حد ما يسأل منكم عن سبب ماذا ينفعل بالأبرياء والعزل من هالعالم كله؟ ممكن تكون باكر كسوف الشمس تحذير، أو تكون علامة لغضب الإلهي. وفي كل هذا الكلام أقول: الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد، هو الوحيد الذي يعرف قيام الساعة ومتى وأي يوم. لعن الله الوقاتون. لا أحد بهذا العالم من السابقين أو اللاحقين معرفة قيام الساعة. حتى الأنبياء والرسل وحتى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرف القيام الساعة. حين سئل عن قيام الساعة قال: علمها عند ربي، علمها عند ربي. وفي الختام أختتم قولي: الحمد لله رب العالمين، وندعو الله أن يكفر عنا وعنكم كل ذنب وإثم، وتكون عواقبنا على خير. تقبل تحيات محدثكم محمد هادي.